مخلصين لله في العبادة، فمن وحده سبحانه وتعالى رزقه الفلاحين، فلاحي الدنيا والآخرة، وأمنين أمني الدنيا والآخرة، ولقي الله وهو راض عنه غير غضبان. والتوحيد هو حق الله على العبيد، وهو الأساس المتين الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل طيب الله ثراه، وسار عليه أبناؤه البررة من بعده إلى عهدنا هذا بقيادة خادم الحرمين الشريفين أدام الله بقاءه وحفظ به الإسلام والمسلمين، شجرة ثابتة أصلها طيب وفرعها في السماء، أساسها التوحيد وثمارها النفع لعباد الله. إنها لا إله إلا الله محمد رسول الله، حبًا وقربًا وعملًا وفداءً لأجل تلك الراية التي تحيا بها الأمم وتعيش في أمن وأمان ورضًا من الرحمن. لقد اتخذت المملكة العربية السعودية حرسها الله من التوحيد منهج حياة بتطبيق شرع الله فتحيا به الأمم وتسعد، وشعارًا في كل ما تقدمه للبشرية بالعلم والعمل. وكذا الأمر في جمهورية باكستان الإسلامية، فقد جعلت لها من اسمها نصيب، فقد تأسست ولله الحمد على التوحيد ورفع راية التوحيد وحفظ راية التوحيد، وهذا واضح جلي على وجوه وفي قلوب وفي أعمال أهل باكستان، أسأل الله أن يجعلها في حرزه وأمانه. أيها المسلمون، إن الناظر لباكستان والمتمعن في أحواله يجد التوحيد ورسالته أساساً يراه القاصي والداني. إنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أرض مباركة كرم الله أهلها حكومة وشعبا بحب ربها والعمل على نصرة دينه وتوحيده. ليس هذا فحسب، فدستورها الرسمي ينص على حرمة الشعائر الإسلامية دون هوادة، بل إنها تخدمها وتصونها وتحفظها وتعمل على ذلك، وتتبع الشريعة السمحاء والسنة الغراء. وجعل من منهج رسالته طمأنينة في قلوب العالمين. أهل باكستان، أهل باكستان، يا أهل الخير، يا أهل الأمن والإيمان، يا أهل حب الرحمن، يا أهل اتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أكرمكم الله بنشر كلام الله وحفظه من خلال مدارس القرآن الكريم، وتكريم حفظة القرآن، ومنحهم لقب الحافظ والقارئ. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
امام کعبہ ڈاکٹر شیخ عبداللہ عواد الجوہنی فیصل مسجد میں جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں. سعودی سفیر اور وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. لوگوں کی بڑی تعداد اسلام آباد میں فیصل مسجد میں امام کعبہ کی امامت میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آج پہنچی ہے, اور اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے, اور لوگوں کی کثیر تعداد ہے جو فیصل مسجد میں موجود ہے. امام کعبہ پاکستان میں موجود ہیں, کل پاکستان پہنچے تھے, اور آج فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی امامت اور ادائیگی کے بعد دیگر تقریبات میں بھی شرکت کریں گے. بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس میں 14 اپریل کو شرکت بھی کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان علماء کونسل کے زورانے میں بھی شریک ہوں گے. امام کعبہ ڈاکٹر شیخ عبداللہ عواد الجوہنی پاکستان میں موجود ہیں اور فیصل مسجد میں جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں. والتضرع الیہ عز العاملین احمده علی نعمه واسأله المزید من کرمه واشهد ان نبینا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. اما بعد, فهذه البلاد جمهورية باكستان الإسلامية لم توفر جهدا ولا طاقة في التعاون من أجل القضاء على الإرهاب والتطرف, فقد كانت جزءا أصيلا وركنا ركينا في الحفاظ على الوسطية والاعتدال من خلال مشاركتها في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف. إن ذلك التحالف هو اتفاق ثماره التفاهم التام بين القيادتين في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية باكستان. ونعي تماما ما أكدته القيادة الباكستانية وشعبها الأبي استعدادهم التام للذود عن بلاد الحرمين الشريفين. والحمد لله, والحمد لله, نرى تقدما في التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان عسكريا واقتصاديا وفي كل المجالات التي تهم البلدين. وليس أعبر من ذلك عن زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. إنه التواصل المثمر بين البلدين ولا شك. عباد الله, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداءك أعداء الدين, وانصر الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ جمهورية باكستان الإسلامية من كل سوء ومكروه وشر يا رب العالمين. اللهم احفظ عليها أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها ورغد عيشها يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا, وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك, واجعل عمله في رضاك, وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبه لما فيه خير وصلاح الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.
سووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.